سعر مواصفات هاتف فيفو اكس 200 رسميا. أعلنت شركة فيفو الصينية الأمس عن هاتفها الجديد فيفو اكس 200 رسميا. سنتعرف في هذا الفيديو على مواصفات الهاتف بالإضافة كذلك إلى السعر. جاء الهاتف يدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس 5G. قد تم الإعلان عن الهاتف في 14 أكتوبر 2024، وسيكون الهاتف متوفر في 19 أكتوبر 2024. أبعاد الهاتف جاءت على النحو التالي: 160.3 ملم في الطول، 74.8 ملم في العرض، و 8 ملم في السمك. وزن الهاتف ما بين 197 و 202 غرام. جاء هيكل الهاتف واجهة من الزجاج وإطار من الألمنيوم وخلفية من الزجاج هي الأخرى. الهاتف يدعم تركيب شريحة سيم مزدوجة من نوع نانو سيم. كما جاء الهاتف بـ IP68 و IP69 لمقاومة الماء والغبار، حيث يمكن وضع الهاتف في عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة. جاء الهاتف بشاشة أموليد تدعم مليار لون بتردد 120 هيرتز مع HDR10+. حجم الشاشة 6.67 إنش ودقة الشاشة 1260 × 2800 بيكسل. جاء الهاتف بأندرويد 15 ومعالج ميديا تيك ديمسيتي 9400. الهاتف لا يدعم تركيب بطاقة خارجية ميكرو اس دي. قد جاء الهاتف ب 4 نسخ: 256 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلي و 12 جيجا بايت من الرام، 512 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلي و 12 جيجا بايت من الرام، 512 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلي و 16 جيجا بايت من الرام، 1 تيرا بايت من ذاكرة التخزين الداخلي و 16 جيجا بايت من الرام. أما بخصوص الكاميرات، جاء الهاتف بثلاث كاميرات خلفية: الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.6، الكاميرا الثانية بدقة 50 ميجا بكسل هي الأخرى بفتحة عدسة 2.6، والكاميرا الثالثة هي الأخرى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0 أولترا وايد، حيث يمكن تصوير فيديو بدقة تصل حتى 4K. أما الكاميرا الأمامية فقد جاءت بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0 مع HDR، ويمكن تصوير فيديو بدقة 4K 63 إطار في الثانية. قد جاء الهاتف بسماعات خارجية ستريو سبيكر، لكن الهاتف لا يدعم منفذ 3.5 ملي لسماعات الرأس. جاء الهاتف بواي فاي 802.11، لكن الهاتف لا يدعم الراديو. فيما يخص منفذ USB، فقد جاء الهاتف بمنفذ USB من نوع تيب سي 2.0 مع دعم خاصية أوتيج. بخصوص بطارية الهاتف، فقد جاء الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 5800 ملي أمبير، تدعم شحن سريع بقوة 90 واط. ما بخصوص ألوان الهاتف، فقد جاء الهاتف باللون الأزرق والأسود والأبيض والثيتانيوم. أما بخصوص سعر الهاتف، يبدأ سعر الإصدار 12 جيجا بايت من الرام و 256 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية من $605 تقريبا. ستجدون في أسفل الفيديو في الوصف وفي أول تعليق مثبت رابط مقال جميع مواصفات الهاتف بالإضافة كذلك إلى السعر. نشكركم على حسن استماعكم والمتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.